أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إن فهم سليمان فهمنا، اللهم يعلم آدم علمنا، وبعد. وزلنا بتوفيق الله عز وجل ومنه علينا مع كتاب إيصال السالك في أصول مذهب إمامنا مالك رضي الله عنه وأرضاه، تأليف الشيخ العلامة الفقيه الأصولي سيدي محمد يحيى بن عمر المختار الولاتي المالكي الأشعري الموريتاني رحمة الله عليه، شارحا فيه منظومة سيدي أحمد بن محمد المحجوبي المكنى بأبي قفة أو بأبي كف رضي الله عنه وأرضاه. كنا قد وصلنا إلى البيت 19، وكان الناظم الشارح على السواء قد ذكروا في الأبيات الماضية جملة من القواعد، وهي 13 قاعدة ذكروا من أدلة مذهب مالك، النص من الكتاب والسنة، والدليل الثاني الظاهر من الكتاب والسنة، ودليل الثالث دليل الخطاب من الكتاب والسنة، وهذا الذي يسمى عند علماء الأصول بمفهوم المخالفة، ودليل الرابع تنبيه الخطاب من القرآن والسنة، وهذا يسمى عند العلماء في فحوى الخطاب أو بمفهوم الموافقة، ودليل الخامس المفهوم الكتابي والسنة، والدليل السادس التنبيه إدلة التنبيه من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يسمى عند بعض علماء الأصول بدلالة الإماء، والمصدر السابع أو الدليل السابع الإجماع، الثامن القياس الشرعي، والتاسع عمل مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمى بعمل أهل المدينة، والعاشر قول الصحابي أو القول المروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدليل الحادي عشر الاستحسان، والدليل الثاني عشر سد الذرائع أو سد باب الوسائل للفساد، والدليل الثالث عشر الاستصحاب. ثم شرع رحمه الله بذكر الدليل الرابع عشر، وهو الخبر أو الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ورد أحدا. قال رضي الله عنه وأرضاه، قال سيدي أحمد محمد المحجوبي المكنى بأبي كف: وخبر الواحد حجة لديه، وخبر الواحد حجة لديه، بعض فروع الفقه تنبني عليه. أي أن الخبر أي الحديث الواحد، المقصود به الخبر الواحد هذا يعني الخبر الذي لم يبلغ درجة التواتر، علماء الوصول يصطلحون على هذا يسمونه بخبر الواحد. ليس المقصود خبر الواحد أنه ورد بطريق واحد، لا، وإنما المقصود به أنه لم يبلغ درجة التواتر. نعم، أي الخبر أي الحديث والفعل والتقرير، لأن الخبر أو الحديث المرفوع حديث النبي المرفوع كما قال الإمام البيقوني: ما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فعل أو قول أو تقرير هذا يسمى حديث، حديث مرفوع. قال الشارح: أي الخبر أي الحديث والفعل والتقرير، لأن الخبر هذا من اصطلاح الذي اصطلح عليه في الأثر، الحديث له عد يسمى خبر ويسمى أثر ويسمى حديث، نعم، ويسمى دليل. أي الخبر أي الحديث والفعل والتقرير الذي رواه واحد عدل، ولكن بأن يريد بالسند الصحيح. عدل قوله عدل أي متصف بالعدالة، من عقل عاقل غير مجنون، بالغ غير صبي، مسلم غير كافر، منزه عن الفسق، ليس متصفا ليس فاسقا،
ما هو الفسق؟ هو ارتكاب الكبيرة والإصرار على الصغيرة، والتنزه عن خوارم المروة، هذه العدالة عند المحدثين والفقهاء. فطن مأمون ثقة أو من في حكمه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي أنه حجة شرعية. إذا الحديث الخبر الواحد لم يتعارض مع عمل أهل المدينة، ولا يتعارض مع متواتر آخر، أو يتعارض مع حديث أقوى منه، لا يخذ فهو حجة شرعية عند إمامنا مالك رضي الله عنه وأرضاه. وبنى عليه بعض فروع الفقه في مذهبه، ومفاده الظن، أي أن علماء الأصول يعتبرون أن الخبر الآحاد يسمى ظني الثبوت، ليس قطعي الثبوت. وهو ما هو الظن؟ هو الخبر العاري عن قيود التواتر. هو أي خبر لم يبلغ درجة التواتر، درجة القطع، يسمى ظني، بأن كان خبر واحد عدل أو جمع خبر جمعين لا يمتنع تواطؤهم عن الكذب عادة، كاثنين وثلاثة وأربعة. وهو على قسمين، مستفيض وغير مستفيض. خبر الأحاد هذا ينقسم إلى قسمين، مستفيض وغير مستفيض. فالأول ما زادت نقلته على ثلاثة، لأن في اصطلاح المحدثين الحديث إذا ورد بطريق واحد يسمى غريب، وإذا ورد بطريقين يسمى عزيز، وإذا ورد بثلث طرق يسمى مشهور، فأكثر يسمى مشهور. ما زاد على ثلاثة يسمى مستفيض، أي ورد فيه أكثر من طريق. فقال ما دون فما زاد نقلته على ثلاثة، وقيل على اثنين، وقيل على واحد. هناك من قال إذا زاد على اثنين يسمى مستفيض، قال من زيد على واحد يسمى مستفيض. والثاني ما دون ذلك، والثاني أي الذي غير مستفيض، هو الذي ورد بثلث طرق أو بطريقين أو بطريق واحد، وهم رواه واحد، ما رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة. قال بعض العلماء إن المستفيضة واسطة بين الخبر المروي بعد التواتر وخبر الواحد. وهي من العلماء من جعل هذه المنزلة، منزلة المستفيض، بين الآحاد وبين المتواتر. قالوا الغريب يسمى ما رواه مورد بطريق واحد، ما رواه واحد يسمى غريب، ما رواه اثنان يسمى عزيز، ما رواه ثلاثة فأكثر يسمى مشهور. المشهور هذا ما لم يبلغ أحد التواتر فوق ثلاثة إلى حد التواتر، هذه بين العلماء من جعله منزلة دون منزلة دون المنزلتين، أي بين الآحاد وبين المتواتر. نعم. فالمتواتر، وقيل إن المستفيضة واسطة بين الخبر المروي بعد التواتر وخبر الواحد. فالمتواتر هو خبر الجمع الذي يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة على محسوس، وهو يفيد العلم الضرورية. نعم. المتواتر يفيد العلم الضروري، أي لا يجوز إنكاره. إذن من العلماء أن يقول منكر المتواتر والعياذ بالله كافر. والمستفيض ما رواه جمع لا يمتنع تواطؤهم عن الكذب، أي لا تتوفر فيه كل شروط المتواتر. فإذا انخرم شرط من شروط المتواتر يسمى مستفيض، يسمى مستفيض. وهو يفيد العلم النظري، المستفيض يفيد العلم النظري، أي حكمه كحكم الآحاد. والآحادي خبر الواحد العدل، وهو من في حكمه، وهو يفيد الظان، وهو يفيد الظان. وقال ابن خويزمنداد من المالكية إنه يفيد العلم إذا كان راويه عدلا. واختار ابن الحاجب قوله وقيده بما إذا احتفت به قرينة منفصلة زائدة عن العدالة. هنا بعض العلماء قالوا إذا كان الحديث بلغ الأقصى في الصحة، الأحاديث المروية في الموطأ والحديث المروية في البخاري في صحيح مسلم أو ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، هل هذا الأحد كغيره من الأحد؟ من العلماء قال لا، قال إذا احتفت به القرائن يترقى ولكنه لا يبلغ درجة المتواتر، لكن يبلغ درجة المتواتر. هذا ما يسمى عند العلماء بالخبر الآحاد إذا احتف بالقرائن،
خبر الآحاد إذا احتفى بالقرائن. وهذا كثير في علم الكلام في التوحيد في العقائد، تجدون أن أهل السنة مثلا في مسائل كثيرة مثلا في الصراط وكذا يذكرون أحاديث أحادية، منها ما هو غريب منها ما هو عزيز وواضح، ومنه ويستدلون بعض الأحاديث المروية في البخاري ومسلم، يقولون هذا الحديث يحتفى به القرائن فهو ارتفع على درجة الأحاد ولكنه دون درجة المتواتر. نعم. قال الشيخ من الأحاديث التي تحتفظ بها القرائن فيترقى بهذا بهذه المزية، قال مثل ما أخرجه الشيخان أي البخاري ومسلم، أو أحدهما أخرجه البخاري نفسه أو البخاري ومسلم لما احتفت به من القرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن، جلالتهما في هذا الشأن في علم الحديث في نقل السنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، البخاري قدم على غيره ومسلم قدم على غيره وما رواه الشيخان مقدم على غيره وهكذا، وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول، تلقت الأمة كتابيهما كتابي البخاري ومسلم بالقبول. نعم. وقال ابن حجر العسقلاني وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق، هذا التلقي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. نعم. وانعقد الإجماع من لدن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الآن على وجوب العمل بخبر الواحد في الشهادة والفتوى وحكم الحاكم والأمور الدنيوية، في الشهادة يكفي أن يشهد شاهدا، بعض المسائل يكفي أن يشهد شاهد واحد. نعم. والفتوى لو جت يستفتي إنسان يستفتي بواحد، لو نقل فتوى نقل فتوى عالم واحد، وحكم الحاكم والأمور الدنيوية كاتخاذ الأدوية طبيب واحد، نعم، والأغذية والتجارة تيجي التاجر واحد، وهكذا، والسفر وغيرها. ومذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والفقهاء والأصوليين وجوب العمل به في سائر الأمور الدنيوية، واختلفوا هل وجوب العمل به ثابت بالشرع أو بالعقل أو بالشرع معا، العمل به هل بالخبر الصحيح هل هو ثابت بالشرع أو بالعقل فقط أو بالعقل والشرع معا. حجة الأول أي من قال بأن وجوب العمل ثابت به بالشرع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي تثبتوا حتى يتبين لكم صدق ما قال، فموجب التثبت كون المخبر فاسقا، فمفهومه أن خبر الصالح يعمل به بلا تثبت، إن جاءكم فاسق أي من ترتابون في أخباره فتثبتوا، هذا نوع من تمحيص الرواية، إذن تمحيص الرواية هذا ثابت بالشرع دليل الآية الكريمة. والإجماع السكوتي أيضا فإن الصحابة استدلوا بخبر واحد وعملوا به واحتجوا به وشاع ذلك بينهم غير نكير، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يبعث ليعلم الناس يعني بس صحابي واحد خبر واحد خلاص، لما يخبرهم بالوحي يقول فأنزلت الآية الفلانية واحد، لما يروح يخبر بأن القبلة تحولت بعث واحدا، إذن هذا ثابت بالإجماع، اسم الإجماع السكوت بالصحابة. وحجة الثاني من قال أنه ثابت بالعقل من الشرع الآية يقال بأنه ثابت بالشرع وبالعقل معا، استدل بالآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون بنبأ فتبينوا، واستدل كذلك بالإجماع السكوتي المذكوراني، ومن العقل أنه لو لم يجب العمل به لعطلت الأحكام المدونة بخبر واحد وهي كثيرة جدا، من العقل لو أن هذه الأخبار الواردة الأحادية لا يجب العمل بها لا تعطلت كثير من الأحاديث النبوية الشريفة، نعم، ولا سبيل إلى القول بتعطيلها، إذن هذا من العقل. نعم. ثم ذكر
بعد أن ذكر المصدر الرابع عشر ذكر الدليل الخامس عشر وهي المصالح المرسلة. قال: وبالمصالح عانيت المرسلة، له احتجاج حفظته النقلة. يعني أن إمامنا مالك رضي الله عنه وأرضاه نقل عنه الاحتجاج والاستشهاد وبناء الأحكام الشرعية بهذا المصدر، بهذا الدليل، وهو يسمى عند علماء الأصول بالمصالح المرسلة، ويسمى المصالح المرسلة وتسمى أيضا المطلقة من الاعتبار والإلغاء، أي التي لم يرد عن الشارع أمر بجلبها ولا نهي عنها بل سكت عنها. هناك مصالح دعا الشرع لجلبها كالصلاة كالزكاة، مصالح هذه جلب منفعة للفقراء، لكن هذه جلب مصلحة، لكن هذه المصلحة هذه شرعية ولا ثبت بالشرع؟ إذن هذه نقول هذه ورد، هذه مصلحة شرعية مقيدة. هناك مصالح مرسلة مطلقة عن الاعتبار والإلغاء، أي لم يرد في الشريعة أمر بجلبها بأمر بجلبها ولا نهي عن درء المسادة بها، ولكن سكت عنها، سكت عنها، وتسمى المصالح المرسلة. كالإنسان يرسل دابته، أرسلها لم يقيدها، واضح؟ لأن المصالح عند العلماء على ثلاثة أقسام: الأولى المصلحة المعتبرة، معتبرة شرعا، أي التي أمر الشارع العباد بجلبها لأنفسهم، كمصلحة حفظ العقل، فإن الشارع أمر بجلبها إجماعا، ولذلك يحرم استعمال كل مأكول أو مشروب أو مشموم يزيل العقل بالقياس على الخمر. واضح؟ كل مفتر حرام، كل مسكر حرام، يقول عليه الصلاة والسلام. إذا كل مأكول أو مشروب أو مشموم يزيل العقل أو يفتره فهو في الشريعة محرم. إذن هذه المصلحة يجب أن مصلحة العقل، حفظ العقل، مصلحة حفظ العقل، ويدرأ عنها مفسدة الإساءة إلى العقل. واضح الصورة؟ لكن هذه المصلحة هل هي مرسلة أو مقيدة؟ لا، هذه معتبرة شرعا، إذا مقيدة بالشرع. الثانية الملغات شرعا، يعني مصلحة ملغات شرعا، أي التي نهى الشارع العبادة عن جلبها لأنفسهم، كمصلحة ارتداع الملك عن الجماع، ارتداع الملك عن الجماع في نهاية رمضان، فإنها لا تجب له إلا بإلزامه التكفير بصوم شهرين متتابعين، فلا تخير بينه وبين الإطعام والعتق لسهولة بدل المال عليه في شهوة الفرج. وقد ألغى الشارع هذه المصلحة بتخيير المجامع في نهاية رمضان في التكفير بين الصوم والإطعام والعتق، ولم يفرق بين الملك وغيره. الإنسان الذي يملك أمة أو متزوج وجامع أهله في نهاية رمضان، ما الحكم؟ أقول عليك كفارة. ما هي الكفارة؟ احنا عندنا على التخيير، إما أن يصوم شهرين قمريين متتابعين، وإما أن يطعم 60 مسكينة، وإما أن يعتق رقبة. هو على التخيير. هل يقول إنسان لا، هنا المصلحة أننا نلزمه أن يكفر بالصيام إن كان غنيا، لأنه قد يتمادى على ذلك؟ نقول هذه المصلحة ملغات ما دام الشرع خير، فهذه المصلحة التي اعتبرتها أنت بعقلك ملغات، لأن الشريعة خيرته فيبقى على أصله. واضح الصورة؟ وكمصلحة التقوي على الحصاد وحمل الأثقال، فإنها لا تجذب العامل إلا بإباحة الفطر له في رمضان، وقد ألغاها الشرع بإلزامه بالصوم. يقول الإنسان هناك مصلحة، إذا نفطر لأنه مصلحة اقتصادية، لا نقول هذه مصلحة ملغات. الله أوجب علينا الإفطار اللهم إلا إذا تضرر الصائم وخشي على نفسه الهلاك، أو خشية أن يزيد مرضه، أو خشية أن يصيبه مرض، فهنا يرخص له أن يفطر، وإلا في الأصل أنه يحرم عليه الإفطار لقوله بإلزامه بصوم، بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فلذلك لم يقسه الفقهاء على المسافر في إباحة الفطر بجامع المشقة، فلا يجوز له الفطر فيه إلا إذا خاف في أثناء النهار
أنه إذا تمادى على الصوم إلى الغروب أورث ذلك له مرضا أو هلاكا، كما هو معروف عند الفقهاء. إذن هذه مصلحة معتبرة شرعا، مصلحة ملغاة شرعا. وعندنا المصلحة الثالثة هي مصلحة المرسلة، يعني مصلحة مطلقة الشرع لم يعتبرها ولم يلغيها، لم يعتبرها ولم يلغيها، وهي حجة عند إمامنا مالك رضي الله عنه وأرضاه. ومعنى احتجاجه أنه يأمر بجلبها ويقيس عليها، كمصلحة الإقرار من المتهم بالسرقة، فإن مالكا يبيح جلبها بضربه حتى يقر. قهر هذا السارق الذي تأكدنا بأنه سارق، ولكن لا بينة عندنا، لا شاهد عندنا، يجوز مالك من باب المصلحة المرسلة لا يجوز نضربه ليقر بجرمه. وحجته في العمل بها أن السادة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عملوا بها، فإن من المقطوع به أنهم كانوا يتعلقون بالمصالح في وجوه الرأي ما لم يدل دليل شرعي على منعها، وككتابتهم للمصحف ونقطهم وشكلهم له. المصحف، الصحابة كتبوا المصحف وجاء التابعون ونقطوه، ثم جاء من بعدهم وزوقوا وقسموه إلى أثمان وإلى أرباع، ووضعوه في مصاحف وفي مجلدات قشيبة، وضع له المرافع في المساجد، ووضعوا المحاريب في المساجد فيها مصلحة مرسلة. ليس يدخل المسجد يعرف القبلة، بس يعرف المحراب، يقول هذا من باب المصلحة المرسلة. كذلك المحراب هذا المكان المجوف يساعد في 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 في, في امتداد الصوت للمأمومين، فيه مصلحة. إذا الشرع لم يلغيها ولم يعتبرها، ولكن ما هي أطلقها لك، إن كان فيها مصلحة فخذ بها، فإن لم تكن فيها مصلحة فلا تأخذ بها. نعم، إذا أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بها، فإن من المقطوع به أنهم كانوا يتعلقون بالمصالح في وجوه الرأي ما لم يدل دليل شرعي على منعها، ككتابتهم للمصحف ونقطهم وشكلهم له لأجل حفظه في النسيان، وكحرق سيدنا عثمان رضي الله عنه للمصاحف الأخرى يعني، وجمع الناس على مصحف واحد مصحف عثمان لأجمع عليه الصحابة خوف الاختلاف في الدين. فجواز الكتابة والحرق هو الحكم المعمول به لأجل المصلحة المرسلة، هذه مأزل المصلحة التي هي الحفظ من النسيان والسلامة من الاختلاف في الدين. وأبى عن الاحتجاج بها كبار أصحاب مالك وجمهور العلماء، وقالوا لا يجوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر، لأنه قد يكون بريئا، وترك الضرب للمذنب أهون من ضرب بريء. قالوا هذا من المالكية من لم يرضى بهذا، قال هذا الضرب هذا قد يكون بريئا، قد يفتح ذريعة إلى أن يتمادى القضاة فيضربون الأبرياء، وهذا لا يصح. وقال الإمام الغزالي رحمة الله عليه إنما يجوز به العمل بها إذا كانت في محل الضرورة، هذا هو الأدب الصواب، يعني نعمل بهذا للضرورة، إذا تأكدنا ثبت عندنا يقينا بأنه هو اللص هو السارق، ولكن لا دليل فيجوز لنا أن نستعمل هذا للإقرار، بأن كانت إذا لم تجلب أدى ذلك لهلاك الدين أو النفس أو العقل أو النسب أو المال أو العرض. هذه المقاصد التي جاء من أجلها الشرع، كل أحكام الشرعية، كل الواجبات وكل محرمات، كل واجبات جاءت لتجلب مصالح، كل محرمات جاءت لتزيل تدرأ مفاسد، تدور في هذه المقاصد الخمسة، الدين والنفس والعقل والنسب والمال والعرض. هناك من زاد العرض أي ستة، يعني النسب، هناك من أدخل النسب مع العرض، هناك من ما قسمها تقسيم سداسي، يعني الدين والنفس والعقل والنسب والمال أو العرض، بشرط أن تكون كلية أي عامة على بلاد الإسلام، وأن تكون قطعية الوقوع. نعم، مثال استعمال هارم الكفار مترسين بأسر المسلمين في الحرب المؤدي إلى قتل الترس معهم. لو مثلا كفار مثلا جاءوا متترسين
بجماعة من المسلمين 10 أو 20 مسلم وهم جنود مدججون بأسلحة يتربصون بهم كحيلة حتى يتمكنوا من التوغل إلى ديارنا وإلى الأراضي التي بها يتمكنون من أخذ المواقع الحربية والعسكرية. هل يجوز أن نضرب مع قصد الكافر ثم إذا وقعت في المسلم جاز ذلك؟ فهذه مسألة تسمى عند العلماء في باب الجهاد مسألة التترس. نعم، فرمي الكفار المترسين مفهوم متترسين بأسر المسلمين في الحرب المؤدي إلى قتل الترسي معهم إذا قطع أو ظن ظنا قريبا من القطع بأنهم إن لم يرموا استأصروا المسلمين، يعني إن لم يرموا تأكدنا إن لم يرموا أنهم سيقتلون عددا كبيرا من أو سيستأصر المسلمين بالقتل، فاستأصر المسلمين بقتل الترس وغيره، وإن رموا سلم غير الترس من المسلمين فيجوز رميهم بحفظ باقي الأمة. هذا باب المصالح المرسلة. فالحكم هو جواز رمي الكفار مع الترس مع أن الترس مسلمين. ها؟ نعم. والمصلحة المرسلة كما يقول العلماء هي حفظ سائر المسلمين، وهذه المصلحة واقعة في محل الضرورة لأنها إذا لم تجلب أدى ذلك إلى هلاك نفوس جميع المسلمين ووقوعها قطعي، لأن الرمية يدفعهم عن المسلمين قطعا وهي عامة على المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وتكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.